بقول لك ايه يا بت يا زوكا، تفتكر الصبغه اللي انا جايباها دي هتديني نفس درجه لون الشعر اللي انا عاوزاه؟ مش عارفه، بس احسن من الاكسجين اللي انت قاعده تنيلي فيه طول النهار والليل ده. وماله يا اختي الاكسجين؟ بقول لك ايه، بصي يا بت، بصي الابله بتاعتنا قلبها رهيف ازاي، متاثره قوي بالفيلم. متاثره على الفيلم، مش متاثره من اللي هي عاملاه فينا. وهي عملت فينا ايه يا اختي؟ مش كفايه لمتنا من الشارع بعد ما كنا بنبيع ورد ومناديل؟ ما تقلقيش حبيبتي، قريب قوي هنرجع الشارع بسبب الزفته دي. قصدك البت طوحة؟ الزفته اللي ما تتسمى من ساعه ما جت وهي بتحدف لها كل الزباين النضج، واحنا قاعدين انا احط في مانيكير وانت قاعده تعملي في صبغه معفنه. يا لهوي يا بت، ده انت طلعتي سودة وشايله كده ومعبيه. يا حبيبتي احنا كده كده بسببها هنرجع الشارع، ما انت لازم تفهمي اصلي. وهي بقى طوحة ذنبها ايه؟ مش الزباين هي اللي بتطلبها؟ يا حبيبتي ما انت لازم تفهمي، البرنس بتاعنا مزاجنجي، يعني مدام جيهان ما عجبتوش وقبله صور بتجيب لها الزباين النظيفه، يعني انا وانت هنفضل قاعدين على دي وبعدين ترمي برضه في الشارع. جرايه يا بت انت وهي يا بت بتنادوا عليا ليه؟ مش شايفيني منهمكه في الفيلم؟ لا يا ابلة ما نستغناش، احنا كنا بنتكلم عليكي والله، بنجيب سيرتك بالخير والله يا ابلة ما نستغناش يا حبيبتي. وداهية ست الكل. الله الله الله، اهلا يا اهلا بيا برنس. اهلا بيكي ست الكل. ان شاء الله تكون انبسطت. اه جدا جدا جدا. الله 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 الله. قول لي يا بيه، البنت بساطتك؟ دوحة، دوحة دي خرافة، حكاية تانية خالص. بليز بليز برنسيسة، أنا عايز لما نيجي هنا ما لاقيش غير دوحة. عيني، أنت تؤمر يا برنس. دوحة دوحة وبس حياتي. طب يلا غني لي أغنية بقى على دوحة. دوحة دوحة يا دوحة. سقف يا بنت. ايوه يا عبلة. يا باشا اوي اوي يا باشا. حبيبتي برنسيس حبيبتي. هي دي بقى الاوضه اللي انا هنام فيها؟ ما تختاري لك اي اوضه يا اختي، يعني هي هتفرق؟ لا دي الاوضه بقى بتاعتي يا حبيبتي، دي اللي انا هنام فيها. اشمعنى يا اختي؟ عشان انا اخترتها بقيتي هتنامي فيها؟ وبعدها لكم بقى، قبل سرور مشيت ومفيش هنا غيرنا، يعني لو مسكتوا ببعض عليا النعمه، ادخل انام واسيبكم تقطعوا بعض. ما تشافي يا بجر في شكل ازاي؟ سيبيها يا اختي، ولما تيجي قبل سرور بيشتكي لها. تشتكيني؟ انت معايا ولا مع البت دي؟ وبعدين مين اللي يشتكيني يا حبيبتي لقبل سرور؟ هو انا سجنانك على الصبح يا اختي ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت كل اللي انا قلته اتصفوا يا حبيبتي وتصالحوا. اه لا يا حبيبتي منك ليها، ده انا عندي بيت اتوه فيه اخر الليل، سايبه لكم بقى المخروبه دي. يا ريت يا اختي تمشي وما توريناش صحنتك الكريمه دي تاني. صحنتي الكريمه ولا صحنتك المالحه؟ انا مالحه والله العظيم لا ربيك. طب تعالي بس بس في ايه عليا نعمه لو اقول لابله سرور لما تيجي؟ وبعدين انت عارفه بقى يا زوكا، لما قبل سرور تعرف ان واحده مننا اتعورت ولا حصل في جسمها حاجه هتعمل ايه؟ حسابك معايا بعدين يا اختي. ماشي مش بطلب دلوقتي. امشي غوري، اكو 60 نيله تشيكوا منك ليها. انا اكون جو سوي. انا اكون جو سوي. انا اكون جو سوي. مالك يا بنت بتعملي ايه؟ فرنساوي، بتعلم فرنساوي. فرنساوي؟ مش يا اختي لما تتعلمي العربي الاول تبقي تتعلمي الفرنساوي؟ طب على الاقل يا اختي انا طالعه من رابعه ابتدائي، الدور والباقي بقى على ما تعرفش الالف من كوز الدوره. محسساني يعني ان انت واخده الدبلونه. يلا قومي البسي عشان نروح للمخفي عدي ده نسال على البنت خوخ. الله، وانت ايش عارفك ان هو يعرف حاجه عنها؟ مفيش خلاص حد غيره، خالتها وسالنا عندها. وبعدين ابو الكوامل شاكك كده ان في انا في الحكايه دي. ما طول عمري بقول البت دي هبله وعماله تقلدك عماله على بطاها. هتلبسيها فيا بقى ولا ايه؟ هلبسها فيكي؟ طب ومناسبه اللبس الجديد اللي انت لابساه، الشفتيشي ده جبتيه منين؟ وحياتك اول لابسه، اول لابسه، بسم الله ما شاء الله. وحياتك يا اختي ما انا عارفه انه جديد، ده انا حافظه حته حته في دلاب. بسم الله ما شاء الله، خمسه خمسه في عينك، خمسه.
شكل البليه بتجري وبتلعب في ايديكي يا اختي اليومين دول. وبالك لما البليه تلعب معاك انت اخرى. انا اقصى حاجه يا اختي كنت بلعبها زمان حاجه حجيجه بطلها. اقوم البس. متقيه قوي، قومي يا اختي البسي يلا عشان ما نتاخرش. جو سوي. جو سوي. انا اكون. بس يحفظها برضه وماله طالما فرنساوي احفظها. جو سوي. جو سوي. انا اكون. يابا انا قلت لك صحيت الصبح ما لقيتها، ما اعرف عنها كل شيء. حلو قوي كده، يبقى انا وانت يا بت يا توح هنطلع من هنا نروح على القسم نعمل محضر نقول انك قتلتها او اغتصبتها او يمكن خطفتها. يابا شنو قتل وشنو اغتصاب وشنو خطف؟ يابا انا قلت لك صحيت الصبح ما لقيتها. امال ايه الراجل اللي في نفوخك ده؟ لا هذا شيء ثاني، يعني كنت داخل الحمام وخبط راسي في الحيط. يعني عملت في البت ايه؟ انت وديت صاحبتنا فين؟ يابا احكي لك، انا صحيت الصبح ما لقيتها، كنت سكران وماني صاحي. يابا 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 ده انت قرفتنا، ما تنطق بقى وتقول بيتي فين لفتح ازازه المنكر دي على نافوخ. استني استني خلاص خلاص، انا هقول لك اللي صار واللي انا فاكره. قعدي. ايوه ايوه، يبقى اكيد البت خوخه افتكرته ومات فهربت وقالت يا فكيك. صح عندك حق يا بت، بس هكون راحت فين؟ النبي ما انا عارفه، ادينا هنقعد ندعبس لحد ما نعطر عليه. وده ايه الدلعات اللي انت لابساه ده؟ خاتم ذهب؟ بس هو نقى عليا ونبر عليا ليل ونهار، جبتي منين يا بنت الخاتم ده؟ يا اختي مش انا اللي شارياه. الواد سيد مشبك هو اللي جابه لي هدايا. سيد مشبك هو اللي جابه لي هدايا؟ هي الرجاله بتجيب هدايا اللي اذا كانت عايزه حاجه؟ يا اختي ما هو عايز يتجوزني وقاطرني في رايحه والجايه. وقلت له ايه يا بنت؟ ما اديتوش وعد نافع. برافو عليكي، خليكي يا بنت كده معلقاه زي ال الفانيلا. ايوه زي الفلنة على حبل الغسيل. يلا يا اختي يلا يلا. الحق يا معلم مصيبه. مصيبه ايه ده انت؟ الواد ناقل ابن الباشمهندس حسام بتاع الجمرك. ماله؟ فتح مكتب سمسره ومخدماتي في شارع شهاب. يا نهار اسود، ده ممكن يدمرنا. ده كده هيقطع علينا وياخد كل زبائننا. ايه رايك يا كبير اكلم الواد سينجا والواد جاكسون ونروح نعمل معاه الغلط؟ لا 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 استنى، ما تعملش الخطوه دي دلوقتي. الواد ابوه اصله واصل في الجمارك وممكن لو عملنا معاه الغلط نتشيع كلنا. طب والعمل يا سيد الناس؟ انا هقول لك على العمل. العمل انك تروح تجيب لي حجر معسل دلوقتي. يلا طياره يا معلم. قول من قدامي تجتهي في اخبارك اللي زي الزفت على الصبح. بابا انا تعبانه قوي، حاسه ان في كهربا في جسمي، كل حته في جسمي بتوجعني. الف سلامه عليك يا بنتي، ان شاء الله ان شاء الله هتبقي زي الفل. لا انا حاسه اني هموت، حاسه اني روحي بتنسحب مني. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله هتبقي كويسه. استهدي بالله يا بنتي، ملناش غيره، قولي انت بس يا رب يا رب.